دايما بتفوقنا بالاغاني الجميله دي انت واحمد جمال، يعني بيبو يعني حاجه بتفوق الاستوديو قوي. دي الاغاني الوطنيه بتاعتنا. دي الاغاني الوطنيه فعلا. حلوه قوي، حلوه بتاعتنا دي. يعني كنا قبل الفاصل بتكلم مع النجم كابتن محمد وحضراتكم في ترتيب المهاجمين واولوياتهم، يعني والنادي الاهلي محتاج مهاجم ولا مش محتاج مهاجم في الفتره اللي جايه. عندنا ازارو، وليد ازارو اللي اقنع الجماهير، عندنا النجم الكبير عماد متعب، عندنا مروان ان شاء الله يرجع بالسلامه، عندنا عمرو جمال اللي بيطلع وينزل شويه يطلع ينزل شويه، عندنا كمان اجاي اللي الكابتن حسام بيلعبه لما يكون مزنوق قوي في مهاجم. تمام، في الاول عايزين نتفق ان اجاي ده مش راس حربه صريح. تمام، وانا ده بيلعب عشان محدش موجود او تمام. هو مستواه في الفتره دي الفني يؤهله ان هو يبقى تمام راس حرب. ماشي. انا بقول الفتره اللي فاتت يعني عماد كان بعيد. انا اتمنى من الكابتن حسام ان يدي عماد متعب. ما هو بص يا موج، يعني نتكلم بصراحه ولا هنجمل الكلام؟ لا نتكلم بصراحه. نتكلم بصراحه، اتفضل. عماد متعب ما خدش فرص على الاقل عمرو جمال. مع احترامي الكامل لعمر، تمام، عمر انت لعيب صغير، اديت للنادي الاهلي شويه صغيرين قوي، وجات ظروف الاصابه بعدتك. تمام، المفروض عشان ترجع انت بقالك فتره راجع، كان المفروض مستواك يعلى اكتر من كده بكتير. تمام، الكابتن حسام بيزق فيك واداك فرص كبيره ما خدهاش. تمام، عماد متعب. تمام، الكابتن حسام لازم يدي عماد متعب نفس الفرص اللي بيديها لعمرو جمال. تمام، ادى عمرو جمال وعمر ما كانش على المستوى المطلوب. تمام، فلازم عماد متعب ياخد الفرصه ويقرر انا عايزه ولا مش عايزه. تمام، اللعيبه كبيره جدا جدا في النادي الاهلي جت خلاص في اواخر ايامها بطلت وخلاص وشكرا وتمام. تمام، دي سنه الحياه. بس ما بقاش موجود ومش عايزه. ده الكلام اللي انا قلته بالظبط، يعني ما يبقاش موجود ومش عايزك. لا، موجود يبقى انا عايزك. انا عايزك مش بالكلام، باللعب. العب. العب. لان الملعب هو اللي هيوضح لي ويوضح للناس اذا كان اللعيب ده يقدر يستمر او ما يقدرش يستمر. بالزبط. حتى وان كان عنده رصيد، لان جمهور النادي الاهلي ما بيرحمش. بالزبط. بيحب عماد متعب وكل حاجه. بس هو دلوقتي الـ 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 الجمهور مش قادر يحكم على عماد اذا كان يبطل ولا يكمل. تمام، هو متعاطف معاه لانه ما بياخدش. وحاسس انه بينزل مثلا في ربع ساعه في ماتشات خفيفه بالاهلي كسبان بيجيب جول. مش هو ده المقياس برضو يا عماد. المقياس مباراه قويه تاخدها وبعد كده تقرر، عشان يعني ساعه القرار لما النادي هيقول لك لا خلاص بطل هتبقى انت مقتنع ان خلاص لان انا خدت. انما انا كلاعب كبير دلوقتي عايز ادوني فرصه يا جماعه وشوفوني. انتوا بتحكموا عليا ازاي في الدقيقه والدقيقتين كل فتره؟ فقصة عماد متعب لازم تتحسم. كلام حلو ومقنع. مروان انا في رأيي انه مروان لو رجع هيبقى نمرة واحد. لان مؤهلاته ومواصفاته والمستوى اللي وصل ليه مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي قبل الاصابة يؤهله ان هو يبقى نمرة واحد. تمام، ومستواه احسن من اي حد النادي الاهلي جابه. تمام، فانا في رأيي مروان. تمام، لما يرجع بالسلامه ان شاء الله وخلاص هو على اعتاب ان هو ينضم يعني للفرقه. ازارو، ازارو لسه ما شفناش. لسه ما شفناش. احنا عايزين زي ما بقول لك اكتر من لعيب في المكان ده. تمام، عشان المنافسه وفي نفس الوقت عشان المباريات قويه. وانت عارف ان اكتر حد بيبقى عرضه للاصابه راس الحرب. بالظبط، لانه بيتمسك مان تو مان زي ما انت عارف ويبقى فيه لعب خشن عليه ودورانات يعني انت فاهم ازاي. فاكتر واحد ممكن يتصاب، فلذلك احنا عايزين. لكن ازارو ملوش عنوان، يعني ملوش عنوان حتى الان. بدايه كويسه طبعا. انا حاسس ان هو مقومات لعيب كويس. تمام، بس برضو احنا اتعلمنا ان احنا لازم نشوف بعينينا. بالظبط، يعني ما ناخدش بالاسم وما ناخدش ان هو كذا كذا. الكليبات بتاعته كويسه قوي وجوان و و و البدايه بتاعته اللي شفناها له الماتش اللي فات كان نشيط ومتحرك و ومقاوماته طويل وهيدرز انما لازم نشوف الكلام. تمام، ده تمام. لان ممكن يبقى بالمقاومات ده زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان ممكن ما يستحملش النادي الاهلي وضغط النادي الاهلي. وشفنا لعيبه كبيره جت باسماء كبيره وما كملتش. بالظبط، بالظبط. فيعني بالظبط. وعندك عمرو حضرتك اتكلمت عليه وقلت لازم 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 يبان اكتر، لازم من يبقى كده على قد طموحات جمهور النادي الاهلي وطموحات الجهاز الفني، لان انا عارف ان
ان الكابتن حسام من الناس المميزين عنده، عمرو جمال وعايز يفوقه. احنا لو لاحظنا كمان ان عمرو جمال عنده فرص ذهبيه، ان الراجل بتاع المنتخب بيحبه، بيبقى يعني بيلعب. نتكلم على راجل بتاع المنتخب بيبقى انت عارف يعني حاجه بسيطه، لعب حاجه بسيطه كده وبنلاقيه موجود في التشكيله بتاعه المنتخب يا ميدو. فدي كمان حاجه كويسه بترفع، انت كنت لعيب وعارف، بترفع الروح المعنويه طبعًا. عند اللعيب ان هو لا ده انا كمان عين الراجل بتاع المنتخب على طول. يعني جت فتره من فترات الفتره الاخرانيه ما بيلعبش اساسي في النادي الاهلي ومنتخب منتخب مصر وكان محل استغراب بعض الناس. كل الناس مش بعض الناس، انت فاهم ازاي؟ كان كل الناس. لازم يا عمرو الناس كلها بتايدك، سواء مدرب المنتخب او مدرب النادي، في ظهرك. ناقصك ايه؟ طب شايف مهاجم يا كابتن في الدوري المصري؟ شايف حد بعينه؟ بص انا من الناس اللي كانت عجباني ومجتهد وقوي الولد راس الحربة بتاع المصري، احمد جمعه. احمد جمعه صح؟ ده من اللعيبه الكويسه الكويس. بص والله ما متفق مع كابتن. بص عايز اقول لك هو لعيب كويس فعلا، عايز اقول لك ما اختلفش عليه اثنين، ظلم ظلم بين لما ما دخلش المنتخب. طب مش عارف ليه انا طلعت اتكلمت عليه بصراحه، يعني انا مش عارف ليه كمان. خلي بالك ايه، عارف لو الفرقه بتاعته عامله نتائج وحشه وفي ترتيبها مش عارف ايه، كان ممكن ما يتبصش. انما انت بتتكلم على مصري، ده هداف بتتكلم كمان. لا وبتتكلم على يعني لو حطينا مثلا ثلاث فرق او اربع فرق احسن اداء في الدوري المصري منهم المصري. بالظبط، انت فاهم ازاي؟ بالظبط، وكان ظاهر ونتائج كويسه وهداف. يعني طب ايه المبررات؟ ما مش عارف، ملهاش تفسير. لعيب مميز ولعيب طف ملهاش تفسير، ملهاش تفسير، في كل حاجه حلوه. صحيح صحيح، اتفق معاك. انا عايز بس اقول ان خبر كده، اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال انه تقرر فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ونصر حسين ضاي الجزائري بالجولة الثالثة بالبطولة العربية على الموقع الرسمي للنادي الأهلي من خلال قسم التذاكر. وأكد شمس أن الأهلي تيسيرا على الجماهير قرر فتح باب الحجز على تذاكر الدرجة الموحدة حتى الساعة 12 مساء غد الخميس من أجل حضور مباراة نصر حسين ضاي المقرر لها بعد غد إن شاء الله على ملعب استاد السلام. وأضاف المدير التنفيذي للأهلي أن استلام الجماهير للتذاكر سيبدأ صباح الجمعة من منافذ شركة فوري بمختلف أنحاء الجمهورية. يعني أهو. بص أنا عايز أقول كلمة بالخصوص ده. اتفضل. يعني عايز أقول لجمهور النادي الأهلي وطبعًا ولاعيبة النادي الأهلي، المباراة اللي جاية مع فرقة نصر حسين ضاي مهمة جدًا جدًا لأسباب كتيرة أوي. أنت لازم تكسب كويس وتكسب بسكور. وحتى لو كسبت بسكور انت لازم تقعد تنتظر لان الامر ما بقاش بايدك. هي دي بقى اللي عارف، هي دي البواخه. هي دي البواخه. البواخه يعني ان انت ان الموضوع ما بقاش في ايدك. انت لازم تستنى تشوف نتائج الفرق الاخرى على الاقل. على الاقل لو ما تاهلتش يبقى المكسب بتاع المباراتين سواء الوحده ونصر حسين ضاي والاداء بتاع الماتش اللي فات وان شاء الله الاداء اللي جاي بالمكسب اللي جاي، حتى لو ما تأهلتش يبقى مسحت الماتش الاولاني ونعتبره ده يعني كبوه كده، جون جه غلطه، وان انت برضو ظهرت بمستوى عالي وان كنت لا قدر الله خرجت فانك انت برضو ظهرت بمستوى كويس واطمنت على لعيبتك ليه ان شاء الله باذن الله للبطوله الافريقيه وبطوله كاس مصر والموسم الجديد. حضرتك شايف ان نادي الزمالك ممكن يحصل اي تعثر بالنسبه له؟ بص احنا في ايدينا الزمالك دلوقتي او الفرقه، يعني لو اي حد اتعادل او كده يعني مش عارف. هو طبعا فرصه نادي الزمالك اقوى لان نادي الزمالك ما خسرش زي النادي الاهلي اول مباراه، هو تعادل المباراه الاولانيه فعنده بنط وعنده مباراتين اعتقد ان هم سهلين مع فرقه العهد اللبناني والنصر السعودي اللي هتكون بعد قليل. لو كسب المباراتين خلاص كده النادي الاهلي بره. بالظبط كده. هو الخساره بتاع النادي الاهلي الاولانيه ومكسب الفيصلي الثاني هم اللي قللوا فرص النادي الاهلي وخلوا الفرص زي بقول لك، ودي ابوخ حاجه انها مش بايده. وحاجه النادي الاهلي متوقعه للجماهير كمان. خالص خالص، انت بتتكلم على المرشح الاول ممكن يقصى من لا قدر الله من الدور الاولاني. فرصه نادي الزمالك قويه جدا على الورق، انما مشكله نادي الزمالك في جوه نادي الزمالك
المشاكل اللي دايره دلوقتي والاتهامات المتبادله بين رئيس النادي وبين المدير الفني. المدير الفني وكل واحد عايز المصلحه، ده عايز يمشيه والتاني عايز الشرط الجزائي و و و مليون في الميه ميدو بتنعكس على اللعيبه اللي موجوده. الله يكون في عونها. يعني بتنعكس عن اللعيبه. اللعيبه والجماهير. والجماهير. فاحنا بنقول لا قدر الله النادي الاهلي لو خرج، بنتمنى ان فرقه مصريه تانية تبقى تكمل وان شاء الله تحرز اللقب، عشان اللقب يبقى يعني ان شاء الله مصري. يعني اخر سؤال ليك كابتن عشان وقتنا يعني بيخلص على طول مع حضرتك، يعني شكل الاهلي في البطوله الافريقيه ان شاء الله، الاهلي قادر بالعناصر الجديده اللي معاه، بال يعني بالروح بتاعت العناصر الجديده بالنجوم اللي الكابتن حسام بدري جابهم، تمام. شايف شكل الاهلي في البطوله الافريقيه هيبقى ازاي ان شاء الله؟ بص انا انت عارف انا الدور اللي جاي بتاع النادي الاهلي ده هو البطوله اكيد، يعني ان شاء الله أكيد. لو النادي الاهلي حسم مباراته مع الترجي هيحرز اللقب ان شاء الله. مباراه قويه، ما ننساش ان المباراه الاولانيه عندنا والمباراه الثانيه في تونس. فرقه الترجي لها تاريخ كبير في البطولات الافريقيه. أكيد. في البطولات وده اللي يخوف، يعني دايما تخاف من الفرق اللي لها تاريخ ولها اسم. بتضم عناصر صغيره وماشيين كويس، شفنا المستوى اللي ظهروا بيه في البطوله العربيه مستوى كويس. لعيبه، مجموعه لعيبه برضو صغيرين، فانا اعتقد ان النادي الاهلي بمستوى اللعيبه اللي هم المفروض البدلاء او دكه النادي الاهلي اللي هم لعبوا المباراه اللي فاتت، شايف ودي اهم حاجه ان اللعيبه معظمها فايق وعايزين يعملوا حاجه، تمام. والاهم وانت كنت لعيب كوره وعارف ان لما يكون لعيب ما بيلعبش وخد الفرصه بيبقى عطشان عايز يلعب بالزبط. غير اللعيب اللي منتخب والنادي واساسي على طول بيبقى مش قادر وما عندوش الطموح بيبقى مستني يميده على تكه بالزبط. اللي هو ايه لا قدر الله حصل حاجه خلاص خدت اجازه وريحت وتمام بالزبط. وانا رصيدي كبير من البطولات. انما اللعيبه الجديده في النادي الاهلي اللي عايزه تعمل اسم وبطوله واسم لنفسها دي الحمد لله اطمنا عليها وعايزه تعمل حاجه. الماتش الاولاني اتمنى طبعا يعني يكون ماتش استثنائي بالنسبه للجمهور، ان الجمهور يحضر بشكل كبير قوي. انت بس قول للجمهور تعالوا، انت بس اعمل كده للجمهور، بس اعمل كده، لان انا حضرت مع النادي الاهلي من سنتين، سافرت معاهم المباراه بتاعت بطوله افريقيا اللي كانت مع الافريقي وكسبناها بضربات الجزاء. ما عندكش فكره ميدو تونس الاستاد كان عامل ازاي؟ طبعا. وبعدين انا عارف، انت عارف انا كنت بلعب في تونس وعارف الجمهور التونسي عامل ايه وشكله ايه والبطوله الافريقيه تمثل له ايه بالظبط، والنادي الاهلي خصوصا بالظبط اللي هو بالزبط. عارف بالزبط. المنافس التقليدي بالزبط. بتاعه اللي كسبه كم مره عنده في ارضه وخرجه وكسب منه البطوله. ففي طار موجود، مش عايزين نقول طار يعني بلغه الكوره، بس في حاجه موجوده. النادي الاهلي لازم يركز تركيز جامد قوي، لان انا عايز اقول برضو الجهاز الفني واداره النادي، الدوري، البطوله العربيه، القصه دي كوم، والبطوله الافريقيه اللي جايبه عن النادي الاهلي بقى لها فتره واحنا لنا اسم وسباقين فيها وريكورد جامد، وكاس عالم انديه، يعني كلنا مشتاقين والجمهور مشتاق ان هو يوصل ان شاء الله باذن الله ل الكاس عالم انديه. حلو قوي يا كابتن، حلو قوي، يعني نهايه جميله جدا. كابتن محمد حشيش نجم مصر النادي الاهلي، دايما بتشرفني وبتنور. ربنا يخليك، سعيد انك كنت معاك يا ميدو، ودايما في التالق كده مستمر ان شاء الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. كل البطولات كوم زي ما قال الكابتن محمد حشيش، كل البطولات كوم، والبطوله الافريقيه اللي بتودينا كاس العالم الانديه كوم تاني، هي معشوقه الجماهير الاهلاويه، ان شاء الله هنركز فيها وان شاء الله هناخدها، ان شاء الله نفرح كل الجماهير. دايما بتشرفوني وبتنوروني، ومع الف سلامه.